أي هو رحيل الرئيس مبارك ثم بعد ذلك التفاوض؟ ما مدى الإجماع على هذا الآن؟ نعم، هناك تفوق بين كافة القوى السياسية المصرية على ذلك بكل توجهاتها الليبرالية والإسلامية والاشتراكية والناصرية. كلنا متفقون على موقف واحد، لا تفاوض إلا بعد الرحيل. ما يجري في ميدان التحرير هو جريمة ضد الشعب المصري، وتشهد على صدق تقديرنا لنظام مبارك وللوزارة داخليته وعلى مماراتاته التي ينبغي أن يسأل عنها دوليا، لأنها إجرام في حق الشعب المصري وجريمة في حق الشعب المصري. نعم، كان معنا قبل قليل مصطفى بكري الصحفي من القاهرة، وقال إنه كان هناك اجتماع لحزب الوافد في هذا الصباح أو قبل قليل، وكان حضره سامح عاشور وما ذلك، وقال إن هناك اتجاها في حزب الوافد إلى يعني قبول التفاوض بمجرد وقف العنف حقنا للدماء وحتى لا تدخل البلاد في حرب أهلية. ما يعني ما رأيك في ذلك؟ موقف حزب الوفد هو موقف حر فيه، لأن لا أتحدث عن موقف، لا أتحدث عن الوفد. الوفد يقول ما يريد، مصطفى بكري يقول ما يريد. الآن الشعب المصري يعرف المواقف على حقيقتها، هذه لحظة كاشفة. كل المواقف الآن تبدو لكل المصريين واضحة بلا أي لبس. الآن تكشف كل الأقنعة، من يفعل ماذا، من مع الشعب ومن هو ضد الشعب، ومن يزيف رد الشعب ومن يحتال على الشعب. الآن هل تخشون من انشقاق في صفوف القوى السياسية المعارضة الآن بسبب ما يجري؟ لا، القوى السياسية المعارضة الحقيقية الآن يا سيدي متعاونة مع نفسها، متحالفة مع نفسها، وموحدة شعاراتها. كل ما حدث أن بعض الأحزاب الرسمية التي فقدت أرضيتها في الشارع هي الآن تفقد شرعيتها بموقفها المتخاذل. الآن القوى السياسية المصرية حدث لها فرز حقيقي، والحمد لله أن الجماهير المصرية والشعب المصري يشهد ذلك الآن بكل وضوح. نعم، شكرا لك أسامة غزالي حرب من الجبهة الديمقراطية في القاهرة. معنا الآن من ميدان التحرير الصحفي داود حسن. داود، كيف هو المشهد الآن في ميدان التحرير؟ المشهد الآن إن لم يتم التدخل سريعا ستكون هناك مجزرة، هناك الآلاف من البلطجية والشرطة السريين والأعضاء من الحزب الوطني معهم الأسلحة البيضاء يطوقون ميدان التحرير من كل الجهات. هناك عشرات المصابين، هناك أعتقد أن هناك لابد أن يكون هناك قتلى الآن. أنا أحذر وأوجه نداء لكل من يهمه الأمر، هناك مجزرة تتم الآن في ميدان التحرير. يعني هذا نداء إنساني من كل من هو موجود الآن هنا. نعم، إذن آلاف الشرطة الجيش على الحياد تماما. الجيش لا بد أن يتدخل الآن لحماية المتظاهرين. ما هو موقف الجيش؟ الوضع خطير للغاية. نعم داود، ما هو موقف الجيش في هذه الحالة حتى الآن؟ كيف يعني يفهمه المتظاهرون؟ الجيش موقفه على الحياد تماما، أطلق كم رصاصة وانتهى الأمر. لا يجب أن يتدخل الجيش لحماية المتظاهرين. هناك مجزرة ستتم الآن، لا يوجد أي تكافؤ. الشباب المعتصمين في ميدان التحرير هم ليس لديهم أي أسلحة وليست لديهم أي وسائل الدفاع. ما هي أنواع الأسلحة التي يحملها المهاجمون داود؟ ما هي الأسلحة التي يحملها المهاجمون؟ على حوالي 60 بلطجي وقدموهم إلى القوات المسلحة. نحن ماذا فعلت القوات المسلحة بهؤلاء؟ القوات المسلحة يجب أن تتدخل فورا لإنقاذ الأرواح. هناك الآلاف ستهرق دماؤهم الآن في ميدان التحرير. الوضع خطير للغاية وسيشتعل. داود هل تسمعني؟ يعني البلطجية يأتون من كل المداخل ويستخدمون الأحصنة ويستخدمون الجمال ويستخدمون السلاح ويستخدمون الحجارة ويستخدمون الأواني الزجاجية. نعم، أدركوا ميدان التحرير، أدركوا عشرات الآلاف من شباب مصر الآن يقتلون في ميدان التحرير، ستكون هناك مجزرة. داود هل تسمعني؟ أنا أسمعك بوضوح. نعم، نعم. أريد أن أسألك كيف يفهم المتظاهرون حتى الآن. أريد أن أسألك كيف يفهم المتظاهرون الآن موقف الجيش الذي يعني لم يحاول منع المهاجمين من الوصول إليه. يعني أطلقوا عشرات التحذير الطلبات للجيش، يناشدونه التدخل وهو لا يتدخل، هو واقف على الحياد.
كيف ينظرون إلى هذا الحياد؟ هؤلاء المتظاهرون كيف ينظرون إلى هذا الحياد؟ المتظاهرون ينتقدون هذا الحياد السلبي، يطالبون بحماية. الشرطة السرية تقتل المتظاهرين الآن. لقد رأيت بعيني العشرات الكرنيهات الخاصة بالحزب الوطني والشرطة والبطاقات الشخصية. نعم، ماذا تفعل القوات المسلحة بمن يسلمهم لهم المتظاهرون من المهاجرين وتحتجزهم في مجمع التحرير؟ نعم، يعني لا تعتقلهم، لا 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 تفعل شيئا تجاههم. هي تعتقلهم، تتحفظ عليهم في ميدان في مبنى مجمع التحرير. نعم، هل يمكن ان تقدر لنا اعداد المصابين بين المتظاهرين جراء هذه الهجمات؟ بالعشرات من المصابين، ومعظم الاصابات في الراس. معظم الاصابات نتيجه ماذا؟ نتيجه القصف بالحجاره واستخدام السلاح الابيض والهجوم بالفرسان بالاحصنه. نعم، لاحظنا في بعض الصور قبل قليل أشياء ترمى من الشرفات إلى الشوارع، هل كانت هذه، يعني ماذا كانت هذه بالضبط؟ هذه زجاجات مياه للمتظاهرين. كان هناك تبادل لإلقاء الحجارة، كان الشباب المعتصمون يدافعون عن أنفسهم بإلقاء الحجارة بردها على البلطجية. نعم، هل وقعت إصابات بين المهاجمين أيضا؟ وقع بعض الإصابات في المهاجمين الذين قبض عليهم ورأيناهم. نعم، المتظاهرون الموجودون في ميدان التحرير في حالة دفاع عن النفس، بدون سلاح، بدون أي أدوات حماية، يحتاجون، وهذا نداء عاجل لكل المنظمات الدولية، لكل المجتمع الدولي، لكل منظمات حقوق الإنسان، لكل أصحاب الضمير الحي. لو خرج المتظاهرون من ميدان التحرير اليوم، فقل على أرواح أكثر من 200 متظاهر شهيد، يلا على الله السلام، وأكثر من 5000 مصاب، منهم أكثر من 500 مصاب في حالة خطرة في المستشفيات، وأكثر من 9 أيام. هذا هو اليوم التاسع للاعتصام في هذا الميدان. الآن في محاولة لوقت أشرف ثورة في تاريخ مصر وتاريخ العالم العربي. هذه الثورة يجب أن تحمى، يجب أن يتقدم كل، أدعو السيد عمرو موسى، أدعو الرؤساء العرب، أدعو كل منظمات حقوق الإنسان للضغط على الحكومة المصرية لإنقاذ هؤلاء الشباب، هؤلاء أطهر شباب في مصر. نعم، شكرا لك داود حسن الصحفي من ميدان القاهرة. أيضا هذه الدعوة جاءت قبل ذلك من محمد البلتاجي القيادي في الإخوان المسلمين، دعوة المجتمع الدولي إلى حماية المتظاهرين في ميدان التحرير. أيضا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال قبل قليل إنه لن يكون مقبولا أن يرعى النظام المصري أو يتسامح مع العنف، ربما في إشارة إلى الحصول على أدلة إلى أن هؤلاء المهاجمين ينتمون إلى نظام المصري. نعم، معنا الآن الدكتور عمر هاشم ربيع من مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة. سيد عمر، كيف تقرأ ما يجري الآن في ميدان التحرير؟